بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 67 بعد 261. شو هذا؟ خاف منك ولا ما خاف منك؟ أنتم إن شاء الله لا تخشونا من الكلام والكلام. أنا كم أقول لك لما أنزل لك شو مبلغ علمك؟ يعني لما أعطيتني ذاك الجواب اللي ما هو جواب، كنت بدي اقول لك يعني شايف حالك انك انت ما شاء الله علمت كثير، علم واسع، لحتى جاز لك ان تقول وليس له مخالف. لا يا شيخ، هذا الذي انا اعتقده فيك. اذا هالكلمه هي اسحبها ثقيله. لا مش ثقيله يعني بالنسبه لنا، لكن اسحبها لا تقولها لغيرنا ان شاء الله. تقولها مصحوبه. نجبه حديث علي صحيح في البخاري، هل علي ينبي بفعله عن أن شر الرسول عليه السلام قائما كان بعد النهي؟ لعل شيخنا السياق بلاش لعل، لأنه أنا أقول لك كمان لعل، كل واحد منا بأرضه. أساس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعيز علي، لا أنا مو هذا سؤالي. هل قوله رأيت رسول الله شرب قائما، وهو قال هذا لما شرب أمام الناس قائما، يعود سؤالي السابق، هل ما حظيت أنا منك بجوابه، لكن أرغب أو أطمع أن أحظى على هذا الجواب إن شاء الله في السؤال الموجه للمرة الثانية. وهو هل رواية علي عن الرسول وتطبيقه لما رأى عليه الرسول عليه السلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما بعد أن نهى عن الشرب قائما؟ احتمال من السياق. واضح السؤال؟ واضح السياق، وأنا احتمال من السياق. احتمال إيش؟ من سياق الحديث اللي هو رأيته، فيعني لولا أنه كان عارف في أنه ما بقول رأيت رسول الله. أظن أنت حدت عن جواب، لا تزال تحيد عن جواب. سؤالي المرة الثالثة وأنت حر بتجاوب للمرة الثانية أو الثالثة بنفس الجواب، هل رواية علي لرؤيته الرسول شرب قائما وتطبيقه هو لنفس العمل الذي عمله الرسول شرب علي بدوره قائما، هل يعني أنه هو أي علي يعني أن فعل الرسول هذا الذي هو اقتدى به كان بعد نهي الرسول عن الشرب قائما؟ جزما لا. كويس، جزما لا. شو تحت التحفظ هذا؟ جزما لا احتمالا؟ نعم. طيب، والدليل إذا طرقه الاحتمال؟ نعم. أليس سقط به الاستدلال؟ نعم. شو صفت بقى أنت هلا من حديث؟ قلها صريحة. لا شيء، منعالج الموضوع بطريقة أخرى. احفظ السؤال بما عندك. الطريقة الأخرى، هل يمكن الرسول عليه السلام أن ينهى عن شيء ويفعل خلافه أم لا يمكن؟ لا تخاف من السؤال، قول شو عندك. لا يمكن. أنا بقول يمكن، ومشان هيك أنا قلت لك لا تخاف، بس ما سفدنا شيء. هل يمكن الرسول ينهى عن شيء
ويفعله خلافه. اي نعم يمكن. شفت الان بجي معك ومثل خيزك انت ما تجي معي. طيب عرفت الان سؤالي وجوابك اللي اتفقنا عليه صح؟ نعم صح. طيب الان السؤال بعبارة اخرى، هل اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن للمسلم عامة المسلمين أن يفعلوا ذلك الشيء أم لا يمكن؟ الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا فقط. نعم. وكان قد نهى عنه. لا لا يمكن أنهم يفعلوا الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بخلاف قوله. ليش؟ لأن هذا تكون إحدى القرائن من خصوصياته، لأن هذا من خصوصياته، خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بيجوز كمان أنا راح أجي معك ولو أنت ما راح تجي معي إلا فيما بعد. ألا يمكن أن يكون فعله دليل أن نهي للتنزيه وليس للتحريم؟ يمكن. يجوز كمان معي، خليك معي دائما. راح يجيك السؤال الثالث وأرجو أن يكون الأخير كويس إن شاء الله. هل يمكن إذا نهى الرسول عليه السلام نهي تحريم وثبت عنه أنه فعل هذا المنهي عنه، هل يجوز المسلم أن يفعله؟ بعد الشيخ محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل. اجمع ووفق والجواب هذا ما هو جواب، بس أنا بخليك على كيفك. اجمع ووفق، السؤال هو نفس السؤال السابق، نهى وفعل، وكان السؤال اللي تلاه هو أن يمكن أن يكون فعله بيان يكون نهي وليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، كان جواب نعم. نعم. ولا نسيت؟ نعم. طيب الآن نفس السؤال لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم، هل يمكنه؟ مالك؟ يا أخي ليش بتقول وقعت؟ أنت وين جلست؟ ما وقعت؟ سحب الأول جولة. أنت استقمت الآن، ما وقعت؟ وعرفت خطأك، فاللي قومك هو هذا المنطق المتسلسل صح ولا لا؟ إذا نرجع إلى حديث علي. حديث علي أخي كان يمكن استفادة منه أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، لكن لما جاء النهي الشديد نهى عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، يا فلان تشرب قائما، قد شرب معك الهر، ترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك الشيطان. ثم قال له أو لغيره قئ، هذا يمنعنا أن نقول النهي للتنزيه. حينئذ نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول إما أن يكون قبل النهي وإما أن يكون لحاجة وضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم المقول له قئ يجوز له لو في عذر، وإما في الأخير نقول هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيه أو فيها أحد من الناس، حينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنزيه. واضح؟ الآن باب نشوف أبو الحارث شو عنده. شيخنا كنت بدي أجاوب عن السؤال اللي فضلته فيه للأخ أحمد، وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعني كان قبل النهي أو بعد النهي؟ يعني فهو ذكر أنه رأيته، فأنا في ذكرت عبارة شيخنا أو رواية لنفس الحديث يعني أستفسر أنها هل تقوى أو هل فيها إلماعة إلى أنه كان يعني
انه ما فهم ان النهي للتحريم مثلا او انه استسهل الشيء او كذا. لا انا بقول انه علي ما عنده خبر النهي اطلاقا. شيخنا هو في الرواية بلغني انكم تنهون عن الشرب قائما. نعم لكن ما عنده خبر ان الرسول نهى. هو هذا مهم. بلغني هذا يعني ما له اعتبار فيها. نعم. على نفس السؤال أيكون الطعام نفس الشيء وأي شراب غير الماء؟ بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال، لكن عندنا حديث كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام. الشرب عرفنا حكمه، أما الأكل كنا نأكل ونحن نمشي، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فالشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع. هذا بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون، أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه. أما في حدود السؤال فعندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل له فالأكل قال شر. هذا جواب سؤالك بالضبط. هنا يقال هل قول الصحابي حجة ولا لا؟ الصحابي لما سئل هذا السؤال قال لكن شر، بيقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما. هل قول حجة؟ أنا الذي أضمن لي أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة، فنحن يجب أن نأتسي به ونقتدي به ونأخذ بكلامه، لأنه كان يرى ما لم نرى نحن وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا. فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أما الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عنه نهيا شديدا، أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر، ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر، لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرفوع لأنه يكون نسبنا الرسول ما لم يثبت. فنبين الواقع ثم نقول السائل نحن نرى أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه. واضح؟ واضح. بالنسبة للشرب يعني هل هو الماء أم كل الأشربة؟ كل ما يصدق عليه شرب قائما. هذا ترى إذا شربت الحليب يصح أن يقال شربه ولا لا؟ هذا هو. تفضل. في موضوع الطلاق الشيخ، هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تراجع عن فتواه؟ روي وما ثبت. ما ثبت. روي وما ثبت. جزاك الله. ولو كان الأمر بالتمني لتمنينا أن يكون ثبت. تفضل. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته في الصبغ بالسواد، سيكون أقوام في آخر الزمان يخدمون في سواد كحواصل الطير، ما المقصود بحواصل الطير؟ في طيور رأيناها نحن في المدينة مطوقة بسواد هكذا بس هيك. تفضل. ارفع صوتك. فرقعات الأصابع أثناء الصلاة أو بعد الإنتهاء من الصلاة، هل هناك نهي أو في دليل عن نهي عنها؟ فرقعات الأصابع في الصلاة عبث لا يليق بالصلاة، وفي ظني أن هناك حديثا لكن
ما أذكر الآن إلا أنه لا يصح. ما بعد الصلاة فما في مانع، لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة. أما بخصوص داخل الصلاة فالحكم كما سمعت. في أثر وقفه الإرواء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمن رآه يفرق أصابعه في الصلاة: لا أم لك، أتفرق أصابعك في الصلاة؟ في هذا عن الله. كويس، خلاص سؤالك ولا بقي في النفس شيء؟ شيخ، كثير من الإخوة بيسألوا عن الجلسة اللي هي اليدين متكئتين إلى الخلف، هل صح هناك نهي عنها؟ أنا في ذهني أنه في حديث آخر غير الحديث المعروف الذي رأه متكئا على يساره، لكن بعيد العهد فيه، يحتاج إلى مراجعة. نعم، هذا الشيخ الحديث اللي هو عن الطعام شر منه، ما له حكم المرفوع؟ لا، لأنه ممكن شرط الحديث الموقوف أن يكون في حكم المرفوع أن لا يكون فيه مجال للرأي والاجتهاد، وهذا فيه مجال. أنا إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، نسي وليس متعمدا، لابد من السجود. لابد من السجود. أي نعم. كان سؤال العروس مستفيد منه حكم أنه حديث عهد. أي نعم. نعم. بس واحد واحد. سأل أول لفظ عروس، طبعا لغة نعرفه، ولكن الآن العرف أن العروس هي المرأة العروس، وليس تطلق على الرجل والمرأة في العرف، فهنا لا يمكن يعني لنا عدم استخدام هذا اللفظ للرجل بما أن العرف قد خالف هذا. بل نعم جو لا. هذا خلي أخونا أبو أحمد يتوضح له بزيادة شوي. كويس. أنا دائما بقول عروس وخرعب. يعني في عندنا قاعدة نكلم الناس على قدر عقولهم. هوني لما أبو عبد الله أطلق على جاره هل هو في العرف العام عريس لأنه عروس زوجته، لما أطلق عليه عروس ما حدا فهم منه إلا الذي يعنيه أنه زوج العروس، واضح؟ لكن لو قال إنسان برا جاءت العروس حيفهم إيش؟ هيك ما بصير نستعمل هذه الكلمة. فإذا وضعت الكلمة في محلها المناسب فهذا هو الواجب، وأنا على مثل اليقين أنه واحد اثنين ثلاثة أو أكثر من ذلك من أخواننا الحاضرين كانوا قديما غافلين عن هذه الحقيقة اللغوية، لكن لما استعمل هذه الحقيقة اللغوية زيد وبكر وعمر قال ما شاء الله محمد وأحمد وأبو أحمد مشاركين في معرفة إيش هذه اللغة التي كانت مهجورة. أيضا لابد من التفصيل، ويمكن أبو أحمد بقى فهم التفصيل، ما هيك أبو الحارون؟ طيب نعم، هذا السؤال الأول. نعم. طيب السؤال الثاني وبلحقه سؤال إجهز. ما شاء الله. طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت بإعفاء اللحية، وهي كان ظاهرها الأمر والوجوه، ونعلم أن حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا حج واعتمر. انتبه بس سؤالك فيه خطأ. نعم، تنتبه كيفك، تنتبه بتنبيه غيرك كيفك. نحوا نحويا؟ لا لا شرعا. شرعا اي نعم. هناك احاديث
نعلم أن هناك أحاديث وردت بإعفاء اللحية بالأمر. نعم. ثم عثرنا أو عثر علماء بعد لست سيخ الشيء بلاش ما أثر يا شيخ شو عبر من المهم لن يحلوه لهيش أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حج أو اعتمر. فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية سواء ما زاد عن القبضة أو من الجانبين؟ أيوة، فالقضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية أو لا يجب، وإنما هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز. صح؟ أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص ويرحمك الله بخصوص قيد حج أو عمرة إيه الجواب، وإذا كان ليس بهذا الخصوص إيه الجواب، فأي الخصوصين تعني؟ خصوص قيد كان إذا حج أو اعتمر. كويس. فإذا ارتفع هذا القيد حج أو اعتمر يتغير عندك الموضوع؟ ما لم يكن هناك دليل آخر نعم يتغير عند الموضوع. يعني لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة، يعني ينتهي الإشكال؟ ما أظن أنا. بالنسبة لي لا ينتهي الإشكال. لذلك بقى القيد هذا الخصوص ما له محل من الإعراب. أنا أدري شعره بينما أنت دندنت حوله. طيب. إذا للإفادة بقول ثبت عنه القيد والإطلاق. يعني كان يأخذ في الحج والعمرة وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة. الذي يعني أفهمه منك كأنك تريد أن تقول هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق أو بلاش حج عمره وإنما مطلقا؟ فأظن هذا هو سؤالك أكذلك؟ نعم هذا السؤال، لكن كان أنا أول شيء كنت بس مختصر يعني على التقييد. أي نعم، فلذلك خذها على الماشي فائدة. جاء القيد وجاء المطلق أيضا، فعمر ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة. وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر أيضا. أي نعم. وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان كثير من أهل العلم والفضل، ولذلك ينهون الناس الملتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم، لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وهذا هو الأصل، أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل. الآن أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد هو فعل ابن عمر وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة، مع أن هذا يفيد إلى نصف الطريق، لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو إطلاقه
لا يجوزون ذلك لا في حج ولا في عمرة. واضح؟ فأنا أقول أن فعل ابن عمر هنا حجة، وذلك لما يأتي بيانه. عليكم السلام. أهلا مرحبا شيخنا الدكتور جارنا الدكتور بيطري. أهلا مرحبا. هو كان جزا الله خير اللي عمل الموضوع. والله جزا الله خير. أهلا مرحبا. ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره: حف الشارب وعاف اللحى، أن ابن عمر هو أحد رواته. وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية، فيقولون: الراوي أدرى بمرويه من غيره. وهذا كلام سليم مستقى من بعض النصوص الحديثية، كمثل قوله عليه السلام: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وهذا الحديث له رواية أخرى ليس الخبر كالمعاينة. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى، أنه لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف أخاه على اليهود على بني إسرائيل، فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار. فلما رجع موسى وأخبره بالخبر ما أخذته الغيرة الدينية إلا لما شاهد. فلما شاهد قال عليه السلام: ليس الخبر كالإيش المعينة. وهذه حقيقة يعني بدهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة. إذ الأمر كذلك، فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين، وهو سمع منه هذا الحديث. ففي اعتقادي بأن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا، مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة، لما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره. وأظن هذا معروف لديكم. فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام، فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا يفسح له مجال الأخذ ما كان ليفعل ذلك أبدا.
واضح إلى هنا. فإذا انضم إلى ذلك ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا، مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة، لما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به، حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره، وأظن هذا معروف لديكم. فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام، فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا يفسح له مجال الأخذ ما كان ليفعل ذلك أبدا. واضح إلى هنا. فإذا انضم إلى ذلك بعض السلف كأبي هريرة وإبراهيم النخعي وإلى آخره كانوا يفعلون أيضا، يأخذون من لحيتهم. ثم انضم إلى ذلك أن الذين لا أقول أنا أعلم ومن رأى لا أعتبرت بغيره فلا أعتبر، لكن الذين يحتجون بمطلق الحديث أو بعمومه يقولون ما أحد نقل عن أحد من الصحابة أنه كان يأخذ، فقلنا لهم لا، خذوا من أخذوا من لحيتهم فلان وفلان وفلان. عليهم هم بقى الآن أن يثبتوا لنا العكس، ودون ذلك كما يقال خلط القتاد. ما هو العكس؟ أنهم ما كانوا يأخذون، ليس عندهم إلا مجرد عدم العلم، وأهل العلم يقولون كلاما سليما جدا، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. فكون أنا وزيد وبكر وعمر لا يعلمون أن أحد من الصحابة كان يأخذ، فهذا لا يعني أن أحد من الصحابة كان لا يأخذ، هذا ليس علما، هذا جهل ما ندريه، ممكن هيك ممكن هيك، لكن أحد الإمكانين انتقض بما ذكرناه آنفا عن ابن عمر وأبي هريرة وغيره من السلف الصالح. وفي ذهني أن إبراهيم النخعي يحكي، وإبراهيم كما نعلم هو من التابعين، يحكي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، وهذا نص مهم جدا. وعلى هذا نستطيع أن نقول أن أمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحية ليس على إطلاقه وشموله، لأنه ثبت عمليا ممن لهم وزنهم علما واتباعا أنهم ما طبقوا هذا الحديث على إطلاقه، من هنا ومن غيره من أمثلة أخرى. قلت أنا في كثير من المباحثات، وهي في الحقيقة قاعدة علمية مهمة جدا، من تفقه بها أدرك عشرات المسائل التي تضل الأذهان في معرفة حقيقة أمرها، هل تجوز شرعا أو لا تجوز. فأقول كل نص عام لم يجري العمل على عمومه ولا يجوز الاحتجاج بعمومه. واضح هذا الكلام ولا مش واضح؟ يعني لا يخفى على الجميع أن النص العام يدخل تحته أجزاء كثيرة، فيراد الاستدلال بهذا النص العام على جزء من أجزائه.
لأنه إما محرم أو مشروع بدلالة إيش؟ النص العام. هذا الاستدلال بالعموم لا يجوز في كثير من الأحيان إذا كان الاستدلال به يشمل جزءا جرى عليه العمل أو لم يجري عليه العمل، فعلى ضوء ذلك ينبغي أن نحتج بالعموم أو أن لا نحتج بالعموم. المثال هو الآن بين أيدينا، ونستطيع أن نأتي بأمثلة أخرى بعضها من واقع حياتنا اليوم، وبعضها نمثل بها تمثيلا لتوضيح هذه القاعدة. المثال بين أيدينا الأمر العام، حف الشارب وأعطوا اللحى، يراد الاستدلال بأنه لا يجوز الأخذ مطلقا، لكن الحياة العملية دلتنا أنه أخذ، إذن ما نأخذ بهذا العموم لأنه ثبت عمليا خلافه وهو الأخذ. أحيانا يكون الأمر معكوسا تماما، يراد الاستدلال بالأمر العام على شرعية عبادة ما، وهذه العبادة لم تنقل إلينا من أهل العبادة الأولين، حينئذ لا يصح الاستدلال بالعموم، وإلا أقرن المبتدعين على بدعهم كلها، لأن أي بدعة على وجه الأرض وبخاصة إذا كانت من قسم ما يسميه الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية لا يمكن إلا أن يكون لهذه البدعة دليل في الكتاب أو في السنة، مع ذلك نحن نقول هذه بدعة. والآن نأتيكم بمثال عملي وآخر أنا أتخيله من أجل تفهيم هذه القاعدة. أنتم تعرفوا وقد حضرتم واعتمرتم مرارا أن هناك كثيرا من المصلين، وهنا أيضا نراهم الآن، يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع رأس من الركوع، واضح هذا؟ هذا القبض بعد الركوع يفعله مشايخ لهم وزنهم في العلم، ما هو دليلهم؟ النص العام، ليس عندهم أبدا حديث أن الرسول عليه السلام كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ليس هناك حديث أبدا. ولكن هناك حديث عام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قالوا قام في الصلاة يشمل القيام الأول والثاني، أي القيام اللي بعد الركوع، هذا استدلال بالنص العام. كذلك مثلا أحاديث أخرى أنه ثلاث إيش من نبوة إيش، نعم ثلاث من أخلاق الأنبياء ولا إيه؟ ما أقول، لكن شو أول حديث؟ أمرنا معشر الأنبياء بثلاث، منها بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قالوا هذا مطلق أو يشمل قيام الأول وقيام الثاني بعد الركوع. فنحن نرى أن هذا الاستدلال واهي جدا، لماذا؟ لأنه إما أن يكون جرى العمل عليه عند السلف وعلى رأس محمد عليه السلام، إما أنه لم يجري العمل عليه. الذي يدعي أنه جرى العمل عليه كهؤلاء الذين يستدلون بالأحاديث العامة، عليهم أن يثبتوا أن الرسول وضع
يديه على صدره بعد رفع الرأس من الركوع، وهذا لا وجود له إطلاقا. الذين لا يفعلون ذلك ليسوا بحاجة إلى أن يثبتوا النفي، أي أن يأتوا برواية ما كان رسول الله يضع اليمنى اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، ليسوا بحاجة. لماذا؟ لأن العبادات محصورة، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به. فلو كان الرسول عليه السلام يضع في هذا المكان كما نقل الوضع في المكان الأول، ولو لم يقل كنا وضعنا، لا، لو كان الرسول يضع في الموضع الثاني كان نقل إلينا كما نقل إلينا الوضع في القيام الأول. فإذ لم ينقل الوضع في القيام الثاني، هذا دليل عملي جرى عليه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. فالاستدلالات بالأدلة العامة سواء كانت من أقوال الرسول وهي أقوى، أو كانت من أقوال الصحابة وهي دونها، لأن أقوال الرسول تبقى بدقة محكمة أكثر من قول الصحابي كان رسول الله، فقد لا يدرك مرمى هذا الكلام العام الشامل. هذا مثال واضح لما كنا في صدده، ولا في حدا له سؤال أو استشكال قبل أن ننتقل إلى مثال ثاني؟ نعم. بالنسبة لمقدار الأخذ، يعني تصف على ما يدعى القبضة، كيف؟ بالنسبة لمقدار الأخذ تصف على ما يدعى القبضة. نعم، إذا قبض على لحيته فما زاد تحت القبضة شعرات هذه ممكن قطفة العارضين، لا من العارضين إذا كانوا أكثر من قبضة ممكن. أيضا في حدائل سؤال عن مغير ابن عمر، عندما كانوا يأخذون ما حدد القبضة من قبضة ينفع منها ما فعل ابن عمر ولا زيادة عن ذلك؟ لا، نقف عند ما فعل ابن عمر لأنه له مزية هو. نعم. كون راوي الحديث. نعم. هذا ضابط قوي شيخ، لأنه يعني واحد يقول يعني لو سمع الكلام أول الكلام قال يجوز الواحد يكون لحيته هيك، يعني إشارة تكون. نعم. هذا تقييد. نعم. أنا أضرب مثالا يوضح القضية بصورة أوضح. فكثيرا ما أقول بالمناسبة، إذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر أو العصر وأرادوا أن يصلوا السنة القبلية، وكما يقع اليوم وهذا هو الصواب، كل واحد يمتحي ناحية ويصلي السنة وحده. فلو بدا لانسان فكره، ولما دخلوا الجماعه وراهم بيصلوا ايش وحدانا، تعالوا يا جماعه ليش نحن عم نتفرق في الصلاه والرسول قال يد الله على الجماعه، وقال صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد الى اخره، وقال صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، وهكذا تعالوا نصلي جماعة. ترى هذه الجماعة مشروعة ولا لا؟ كل هلا بصوت واحد بتقولوا لا مو مشروعة. طيب في نهي عن هذه الصلاة؟ كمان ما في نهي، ما في نهي، ما قال الرسول لا تصلوا السنن الرواتب جماعة. لكن أنا بقول بطريقتي الخاصة نهى الرسول. لكن هذا النهي لا يشترك في فهم عامة الناس، بل حتى لا يشترك في فهم كل خاصة الناس، إنما بعض دون بعض. ومن هنا جاء الخلاف
في مسألة البدعة حسنة والبدعة السيئة، لأن الذين يقولون هناك بدعة حسنة ما فهموا قول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلا أنها مقيدة، أي ليست كل بدعة ضلالة. يعني هذا من أعجب الخلافات التي وقعت في الأمة. فنحن الذين وفقنا الله عز وجل بفضله ورحمته أن نفهم هذه القاعدة العظيمة التي قعدها الرسول عليه السلام في المجتمعات العامة في خطبه يوم الجمعة وغيرها، فيقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهمناها على إطلاقها وشمولها. حينما يأتينا إنسان بهذه الصورة التي صورتها لكم آنفا، تعال نصلي جماعة، تمشي هذه على أهل البدعة. ليه يا أخي؟ ليش أن تنكر علينا؟ الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، ما بينكروا علينا. أيوة. فإذا رح تنتبه هذه الصورة التي أنا صورتها لكم آنفا على الذين لم يتأسسوا بهذه القاعدة العظيمة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما نحن فما ينطلي علينا الأمر والحمد لله، ونقول هذه بدعة. الصلاة الجماعة في السنن هذه بدعة. طيب في عليها أن نرجع لسؤالنا السابق، في عليها نهي؟ لا والله ما في عليها نهي، ما في عليها نهي كما يفهمون كما يريدون، لكن نحن حسبنا قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والأحاديث المعروفة بهذا المعنى. إذن من نفس هذا الباب الذي أنكرنا هذه الجماعة ويداخل في الأذن العامة، نقول هذه العبادة لو كانت عبادة لسبقونا إليها السلف. كذلك نجي بنقول هذا الوضع في القيام الثاني لو كان مشروعا وكانت الأدلة العامة التي يحتجون بها تشمل هذا المكان، حينئذ كان السلف يعملون بهذا الشمول. فإذ لم يعملوا كان جوابنا وموقفنا كقولنا بالنسبة لجماعة السنة لو كان ذلك داخلا في الأدلة العامة لعملوا بها. واضح؟ إذن وأفلح هذا نص عام، لكن هل جرى العمل على هذا النص العام؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه عندنا نصوص عن السلف وليس عندنا ما يخالفهم، فاستقام لنا الاستدلال أن الأخذ ما دون القبضة يجوز بدليل راوي الحديث ابن عمر ومن تابعه في ذلك من السلام. والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. نعم. الشيخ التاريخ شكرا لله. لا أنا ما أستطيع. بعض الناس عندما يدخل إلى المسجد ويكون مسبوق ويكون الإمام قد أنهى الصلاة، فبعض الناس المسبوقين يدخل آخر مسبوق آخر فيقتدي المسبوق الأول، فما حكم هذا العمل؟ مثل ذاك الحكم مثل جماعة السنة يعني. هل نبطل الصلاة يا شيخ؟ كيف؟ هل نبطل الصلاة؟ لا ما نبطل، لكن لا نتقرب إلى الله بها. نعم. إذا كانت هناك جماعة وفي مثلا أربع ركعات وفي الركعة الثانية بطل وضوء الإمام، أيوة، فكيف يتصرف الإمام في هذه الحالة؟ تبطل صلاة المأمومون أم لا؟ ما تبطل. هنا يمكن معالجة الأمر
بطريق من طريقين اثنين. المعالجة الأولى وهي التي يمكن يعني أن تكون أيسر شيء، أنه بيقدم واحد من خلفه فيتابع تتم الصلاة بالجمهور، هو ينصرف ويتوضأ ويقتدي بنفس هذا الوكيل الذي وكله. وفي صورة ثانية لكن هذه نادرة ما تتحقق لأنها لا تتيسر في هذه المساجد، ممكن في بعض الدور إذا وقعت هذه القضية، وهو أن الإمام يشير للجماعة أن كما أنتم إن كان تذكر هن قيام بتموا قائمين، هن ركع بتموا راكعين، هن سجد بتموا ساجدين، ويقوم ويتوضأ أو يغتسل وليرجع ويجد الناس ينتظرونه كما أمرهم ويتابع بهم الصلاة. وأنتم شايفين بها الصورة، هاي كان صورة خيالية يعني، لكن نحن فعلناها هذه ربما أكثر من مرة، ما هي كثيرة علينا بالطبع. نعم. هذا اللي الإمام اللي ذهب يتوضأ وجاء أكمل صلاته يبني على ما تقدم ولا اعتبر صلاته؟ ولا ليش كان ليش حبسهم بهالحبسة هذه؟ لا مش الصورة الأولى. أنا الأولى. اللي يعني وكل واحد ورجع. أيوة. يعني على ما على الصلاة الأولى أو. أيوة. يعني إذا أردنا أن نوضح سؤالك. نعم. أنه هو كان صلى بهم الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية تذكر أنه على غير وضوء وهو قائم مثلا، ورجع الميضة قريبة منه توضأ، وإذا وجد الجماعة يعني في الركعة الثانية مثل ما تركهم وكان وكل إيش هذاك الوكيل، فهو بيسلم مع الإمام، واضح؟ أي اعتد بهذيك الركعة، اعتد بهذيك الركعة لأنه هكذا وقع مع الرسول عليه السلام، بخلاف ما لو تذكر عدم الطهارة بعد انتهائه من الصلاة، فإن كان إماما أو مقتديا لابد أن يعيد، لكن في حالة كونه إماما يعيد ولا يأمر بأن يعيده. واضح؟ الحمد لله. بالنسبة أنت قلت في الحال الأولى بيعتد في الركعة الأولى وهو تذكر أنه على غير وضوء، في دليل على هذا الفعل يعني؟ ولا ولا ما نحن تعلمنا منكم يعني، نحن نحكي بدون دليل. جاء في سنن أبي داود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم في صلاة الفجر ثم تذكر أنه على جنابة، فأشار إليهم أن كما أنتم، ودخل الحجرة بجنب المسجد، ورجع ورأسه يقطر ماء فأتم بهم الصلاة. السنة في الحديث أنه ما أكمل ركعة يعني أو شيء من الصلاة لأنه بتقول كبرت، أما لو بقيت على لفظك الأول ما أكمل ركعة أن إلك أصبت. أيوه. وصدقت. أما ما صلى أي شيء هذا خطأ، لأنه ركن الصلاة الأول هو تكبير الإحرام، فهو اعتد بتكبير الإحرام، لولا ذلك كان بيقول الراوي مثل ما قال في الأول. في الأول شو قال؟ قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ثم أشار إليهم أن ينكثوا، لما رجع قال فصلى بهم، ما قال فكبر،
يعني اعتد بتكبيرة الأولى التي كبرها وهي ركن. فصلى بهم. فصلى بهم. هذه يعني لا يفهم منها إنه ما أتاش بتكبيرة الإحرام. لا أنت بتقول عن نفسك. أنا فهم يعني. أيوة هي كان أنت بتقول عن نفسك. طب. أما تعمم الناس كله معك هذه مشكلة. أنا تحتمل. ها؟ أنا تحتمل أنه. لا ما تحتمل. أنا في سامي إنه صلى بهم. ما ليش هاي يعني صار من يشد من أزرق هاي صلى يعني. ما ليش ولكن هذا احتمال يعني شو بيقول بيت شعر له حظ من النظر وكل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وليس كل خلاف جاء اي انا راح ابينكم يعني شيء تقتنوا فيه ان شاء الله مش هيك مجرد دعوه ولا في الدعاوي ما لم تقيم عليها بينات ابناء هذا ياو حفظنا شيء هذه الصوره اصبر اصبر وبدنا نجاوب الجماعه واحد اما ان نقول انه تكبير الاحرام اعتد بها الرسول أو ما اعتد بها الرسول هل بيقول بالاحتمال الذي طرحتماه هل يعتد بهذه التكبيرة لا لا قول معه مثل ما قال معه قول معه طيب فهموا انت بجزائك بيقول بأنه ما بيبدأ الصلاة بالتكبيرة جد بالنسبة للغسل هل يعتد بهذه التكبيرة أم لا؟ كون النبي راح يغتسل. بقول بدأ يزيد. جواب يعتد ولا لا يعتد؟ أيوة أيوة. هيك تعلمنا ها؟ هو هيك قال. هي أنت قلت مثل ما قال. لأنه هو قال مثل ما قلت. طيب. السؤال الثاني. سامحني. السؤال الثاني. لو هذه الحادثة وقعت مع واحد منكما أو كليكما في حادثتين ما هل يقول الجماعة بالإشارة مش بالكلام أن كما أنتم قول أنت الأول هو التالي بتكلم بتكلم إذا بدي يبطلها بتكلم لا أنا ما بقول بتكلم ولا ما بتكلم هل بيحمل الناس دون انه خليكم واقفين يا جماعه خليكم راكعين خليكم ساجدين لحتى اجيكم ايه يفعلها لكان شو بيقول انه من فضلكم استريحوا ولا تاغوني انا تذكرت انه كنت ايش على غير طهارة بس بهي احسن يا استاذ شوف هلا في قصة اخرى تشبه هذه في قصة اخرى تشبه هذه ولما كانت هذه ليست في الصحيح او في احد الصحيحين وانما هي في سنن ابي داود بعض العلماء لغرابة القصة حملوا قصة أبي داود على قصة البخاري أي التي في البخاري شو هي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة فقال لهم قال لهم انكثوا وراح اغتسل وجاء وكبر وصلى هون التكبيرة قبل الصلاة قبل تكبيرة إحرام في المرة الأولى ما ذكرت عكس هذيك تماما أشوف التكبيرة لما رجع رسول بعد الاغتسال ذكرت هذه فارقة بين قصة أبي داود وقصة البخاري فارقة تامة قوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي كانكم قصة البخاري قال لهم
قال له لأنه ليس في صلاة. أما هناك هو في صلاة، فما بصح يأتي بشيء ينافي الصلاة إلا ما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو طهارة. فلغرابة القصة الأولى قالوا حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري، مع أنه في فرق كبير جدا بين القصتين، مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تماما الاختلاف هناك.